لا تخافوا، اليوم سنتحدث عن شيء مهم وهو الزلازل. تقع الزلازل في المناطق، في كثير من المناطق في العالم. الزلزال هو عبارة عن هزات عرضية سريعة ومفاجئة. نعم، هزات. كيف يمكن الأرض أن تهتز؟ نحن نعرف أن الأرض مستقرة، لكنها إذن في البداية سنتحدث عن الكرة الأرضية. الكرة الأرضية كما نعرف هي دائرية الشكل. هذه الكرة الأرضية تحتوي على ماذا تتوقعون؟ تحتوي على كمية كبيرة من الحمم التي تغطيها هذه القشرة الأرضية التي نعيش عليها. ها، لكن نحن فوق نار كبيرة وحمم كبيرة. الزلزال عند تحرك القشرة التي تحيط بهذا الأرض، حيث هذه القشرة عبارة عن صفائح كما نرى في الصورة، عبارة عن صفائح. كل تقريبا كل قارة في العالم عندها صفيحة معينة. تصادم هذه الصفائح يؤدي إلى حدوث تشقق في القشرة الأرضية. عند حدوث تشقق في القشرة الأرضية، هذا التشقق هو الذي يؤدي إلى حدوث فالق ما يسمى بالفالق. كلما تحرك هذا الفالق وتحركت القشرة الأرضية يحدث زلازل في مناطق معينة من العالم. شمال الجزائر كما توجد أيضا منطقة كما تسمى بخط ما شمال في غرب الولايات المتحدة. هزات أرضية سريعة ومفاجئة. ماذا يجب علينا تجاه الزلازل؟ يجب علينا الوقاية منها. نتنبأ؟ لا نتنبأ، إنما بشيء مهم وهو معرفة التصرفات والسلوكات الواجب اتخاذها عند حدوث الزلازل كأمن. عند حدوث الزلازل نختبئ تحت طاولات في القسم مثلا، نختبئ تحت الموائد في المنازل. وشيء مهم، لا نصاب بالهلع عند حدوث الزلازل، لأنه الهلع لن يأخذنا لأي نتيجة. الهلع أحيانا تصرفات تؤدي بك إلى الهلاك. أنت تبحث عن النجاة تلقى روحك في الهلاك بسبب الهلع. إذا مشكورا، إلى فيديو آخر. لا تنسى متابعتي عبر اليوتيوب، انستغرام، فيسبوك، وتيك توك. كل الصفحات سأضعها أسفل الفيديو. مشكورا على المتابعة. أرجو أن تستفيدوا، هناك دروس أخرى إن شاء الله سنستفيد.